كنت وعدت وزير الاتصالات أني أوضح لها السوق السوداء داخل مؤسسة الاتصالات وينها، واليوم إنه في بلوات. المؤسسة العامة للاتصالات تقدم عدة خدمات للشركات وللحكومة ومؤسساتها وللمواطن، لكن أهم خدمة أو أكثر خدمة يستفيد منها أغلب المواطنين هي خدمة الهاتف ونقاط الإنترنت EDSL. هذه الخدمتين كيف بيتم بيعها من قبل المؤسسة التابعة للدولة؟ هل بيتم بيعها بشكل رسمي وبسعر رسمي ثابت وسند رسمي والمبلغ بيوصل لخزينة الدولة، أو بيتم بيعها في سوق سوداء بدون أي سندات رسمية ولا تدخل إلى خزينة الدولة بل إلى جيوب تجار السوق السوداء من المسؤولين داخل المؤسسة؟ قبل ما نجاوب على هذا السؤال نعرف كم عدد خطوط الهاتف المتوفرة لدى المؤسسة وكم الفعالة، وكم عدد نقاط الإنترنت EDSL المتوفرة وكم الفعالة. حسب التقارير المقدمة من المؤسسة والموجودة في الموقع لحد الآن، مش عارف إذا بيتم حذفها مثل التقارير والإحصائيات أو بتظل موجودة. عموما إلى نهاية 2018 عدد 1,381,074 خط هاتف، والفعال هو 1,114,146، بمعنى العدد المتبقي بحدود 276,000 خط هاتف. طبعا هذا الخطوط موزعة على عدد سنترالات الجمهورية في كل المحافظات اللي هي تقريبا 232 سنترال فرعي و 48 سنترال رئيسي، بمعنى ليست كلها متوفرة في محافظة واحدة. وطبعا ليست هذه الخطوط كلها متوفر بها نقاط انترنت EDSL. فعدد نقاط الانترنت المتوفرة هي 386,330 خط، 386,330 خط أو نقطة، وعدد الفعالة 321,624 نقطة، بمعنى العدد المتبقي بحدود 64,000 خط. هذا طبعا إلى نهاية 2018، وهذا النقطة موزعة على عدة محافظات وليست كلها متوفرة في أي سنترال بنفس الوقت. يعني ممكن يكون في سنترال معين عدد 100 نقطة، وسنترال آخر 1000، وسنترال ما فيش بالمرة، وهكذا. المشكلة إن هذا العدد قليل جدا، العدد هذا من عدد خطوط الهاتف المتوفرة وعدد نقاط الإنترنت المتوفرة لا يكافي كمية الطلب الهائلة من قبل المواطنين والمتزايدة مع الوقت. منذ عدة سنوات الكثير لم يستطع إدخال خط هاتف وإنترنت بسبب أن السنترال القريب من مكان سكنه لا يتوفر فيه خطوط هاتف أو نقاط إنترنت، وهذا الشيء يعرفه الجميع ولا يخفى على أحد مطلقا. طيب الآن نجي إلى السؤال المهم، كيف بيتم بيع هذه الخطوط وهذه النقاط الـ EDSL؟ هل بيتم بيعها بشكل رسمي بسند رسمي أم بيتم بيعها في سوق سوداء وأسعار خيالية؟ نجي نشوف المواطنين إيش بيقولوا ومن فين بيشتروا هذه الخدمة وبكم. مثل ما بنشوف في عدة منشورات بنشوف أن الأسعار مرتفعة وأكثر بكثير من السعر الرسمي، وبتختلف من محافظة إلى أخرى ومن سوق إلى آخر حسب الأهمية، ومن سنترال إلى آخر حسب الأهمية. طبعا ليس الكل بيتم بيعه بهذه الأسعار، في سنترالات تبيع الخطوط بالسعر الرسمي لكن قليل جدا، ولا نجد الكثير ممن اشتروا خطوط بالسعر الرسمي خاصة في السنوات الأخيرة. فمثلا في سنترال المنصورة في عدن، وهذه بتباع فيه الخطوط بأسعار خيالية، بيصير سعر الخط ل 200,000 ريال مثل ما بتشوفوا الكثير بيتكلم عن السعر هذا، فالبعض اشترى خط 150,000 والبعض 200 والبعض 210 وهكذا. كذلك أغلب السنترالات حتى داخل أمانة العاصمة نفس الشيء، بيتم بيع الخطوط بس بأسعار أقل، أسعار بتصل إلى 40,000، وهذا طبعا ليس السعر الرسمي. هذه منشورات البعض في الفيسبوك اللي دخل خط 150 اللي ب 200 اللي بأكثر. الغريب في الموضوع إن قبل حوالي أسبوعين نزل عرض جديد للمؤسسة ونشروه على صفحتهم في الفيسبوك ومول أن إدخال خط الهاتف ونقاط الإنترنت مجانا. هذا المنشور كان محط سخرية وانتقاد من الناس، وصلت عدد التعليقات إلى 1100 تعليق، 1100 رد، كلها تقول كذابين، ما في شيء مجان ولا حتى السعر الرسمي، وتقدروا تدخلوا وتستعرضوا الردود وتشوفوا. اللي يقول اشتريت خط ب 100,000 واللي ب 50 واللي ب 150 واللي ب 200، هذا الردود أمامكم شوفوها. ولو فكرنا نستعرضها كلها في الفيديو بنحتاج لساعات،
1100 رد، لكن استطعتهم تدخلوها قبل ما يتم حذفها بعد نشر الفيديو هذا، لأنه احتمال يحذفوه. هذا عندكم الردود. طبعا أنا ما بين أكذبش ولا بين أتبلى عليكم يا مؤسسة الاتصالات، ولا جبت شيء من عندي. ويا وزير الاتصالات ادخل شوف بنفسك صفحتكم في الفيسبوك وشوف ردود الناس في كل المنشورات، حتى منشور صباح الخير فيها ردود تبين لكم مدى استياء الناس من خدماتكم. الناس ما عادها متقبلة منكم حتى كلمة صباح الخير أو جمعة مباركة. المهم اللي شدني في الموضوع هذا، موضوع المنشور حق العرض المجاني، أن المسؤول عن الصفحة طبعا لا يرد على أحد في كل المنشورات، لكن في المنشور هذا كان في تعليق لأحد أشخاص رد عليه مسؤول الصفحة. تعالوا نشوف التعليق إيش كان وإيش كان الرد. أحمد صياد أبو هديل قال بلا كذب أشتري خط ثابت مع خط ADSL وأنا بدفع لكم 80,000. شو إيش رد المسؤول على الصفحة؟ رد عليه هذا اللي قلنا، يعني الوحيد اللي رد عليه، قال له حدد العنوان وبيانات التواصل في رسالة خاصة. شوفوا الانتقاد من الكل انه رد على هذا، يعني حتى المسؤول على الصفحة متفاعل مع بيع الخطوط بأسعار السوق السوداء. والمشكلة المنشور بيقول عرض مجاني، وداخل العرض المجاني نفسه يتم التفاعل مع البيع بأسعار السوق السوداء. قمة الوقاحة والسخافة. إذن يا وزير الاتصالات، قبل ما تتهم غيرك انهم يشبهوا برامج السوق السوداء، اتأكد من عدم وجود سوق سوداء عندكم في المؤسسة. فلا ترمي بيوت الناس بالحجارة وبيتك من زجاج. فإذا كنا بنشتري منكم الخطوط من سوق سوداء بالمؤسسة، فما يعنيش هذا أبدا إن احنا بنعيد توزيع الخدمة هذه كسوق سوداء، أبدا ما يعنيش هذا الشيء. وإذا تشتوا تعرفوا كم المبالغ اللي أخذت في السوق السوداء مقابل خطوط الهاتف ونقاط الإنترنت، نزلوا منشور في صفحتكم على الفيس واكتبوا من الذي اشترى خط أو نقطة إنترنت بمبلغ أكبر من السعر الرسمي، وشوفوا عدد التعليقات واحسبوا المبالغ واجمعوا ورجعوا فلوس الناس وقضوا على السوق السوداء هذه. والناس بيقولوا لكم حتى اسامي التجار او المسؤولين اللي جابوا لهم المبالغ والسنترال والمنطقه وكل المعلومات كلها بيجيبوها لكم. واذا كان كلام هؤلاء الناس غير صحيح ولا يتم بيع الخطوط الا بالسعر الرسمي، فليش ما تنفوا الكلام اللي بتداولوه الناس واللي بيتكلموا وتردوا عليهم؟ نزلوا منشور برنفي إذا كان كل هؤلاء الناس بيتبلغ عليكم، وإذا كان عندكم خطوط ونقاط إنترنت تكافي كل طلباتهم في كل سنترال. لأن إذا ما فيش خطوط والطلب كبير، فطبيعي تظهر أسواق سوداء مثل براميل السوق السوداء للبترول. أول ما يتوفر البترول في المحطة بتختفي هذا البراميل، هذا شيء طبيعي. عموما هذا بالنسبة للخدمتين هذه، وهي الأكثر خدمة بيستفيد منها المواطن، اللي هي خطوط الهاتف ونقاط الإنترنت ADSL، وما هو ظاهر للجميع. أما بما هو مخفي بالنسبة للخدمات المقدمة للتجار وشركات الاتصالات وغيرها، وأيضا المشاريع والمناقصات، فما بيتم فيها هو شيء مخوف. ومعاكم قصة الشحن للحاوية من الصين إلى صنعاء $50,000 حسب كلام مدير عام المؤسسة لمجلس النواب، بينما الشحن لا يصل بكل الأحوال إلى $5,000 وغير ذلك الكثير. أتمنى القضاء على هذه الظاهرة داخل المؤسسة وعدم بيع الخطوط بأسعار خيالية استغلالا لحاجة المواطنين لهذه الخدمات، خاصة أنها أصبحت من الضروريات، من ضروريات الحياة في الوقت الحالي. وعمل توسع على خطوط الهاتف ونقاط الإنترنت في جميع السنترالات، واعملوا رسوم محددة لهذه الخدمة، ما فيش داعي للمجان والعروض الكاذبة. حاولوا تكسبوا الناس وتقدموا لهم شيء ملموس. السخط على خدمات المؤسسة أصبح كبير جدا من جميع الناس، لا تزيدوا سخطهم بالقرارات الخاطئة. وأخيرا أوجه نداء ودعوة إلى عضو المجلس السياسي الأعلى محمد علي الحوثي. عندما تمت التوجيهات لوزارة الاتصالات من قبل المجلس السياسي الأعلى بتخفيض أسعار الإنترنت، استبشرنا بذلك الخير وتفاءلنا بتدخلكم في قضيتنا. ولكن في اليوم الثاني ظهر وزير الاتصالات في المنصة الإعلامية التي أقامتها وزارة الإعلام، وقام باتهامنا بعدة اتهامات كلها غير صحيحة وباطلة. وبعد ذلك على صحيفة 26 سبتمبر نشرت نفس الاتهامات واتهامات أخرى غيرها، وهذا ما زاد الأمور تعقيدا أكثر من السابق. واضح أنهم لن يخفضوا الأسعار والإنترنت حسب توجيهاتكم، حتى أنهم قالوا أن التخفيضات هي للمواطنين فقط وليست لأصحاب الشبكات. يعني إحنا مش مواطنين؟ طيب المستخدمين اللي عددهم أكثر من 5 مليون مواطن بيستخدم الإنترنت عبر الشبكات برضو مش مواطنين؟ يعني بيسلبونا المواطنة فقط عشان
يرفعوا علينا أسعار الإنترنت. عندما تدخلت في قضيتنا جبت لنا العمل، ونتمنى أن تحل المشكلة بيننا وبين وزارة الاتصالات أو المؤسسة العامة للاتصالات. لم تعد فقط مشكلة رفع الأسعار، المشكلة أصبحت أكبر وصار في اتهامات إن إحنا مخالفين وسوق سوداء وغيرها من الاتهامات الكاذبة، وسبق توضيح كل ذلك ومستعدين نوضح لك كل شيء. أنت سمعت منهم باقي تسمع مننا، يعني مش معقول آلاف الشبكات أجهزتهم مشاريعهم مجموعها كلفت المليارات، مش معقول يرموها للشارع. هؤلاء ليس لديهم مصدر دخل غير الشبكة، والأغلب عشان يعمل شبكة تدين رأس المال، تدين هذا المبلغ دين، واللي باع ذهب واللي باع سيارة واللي باع أرض. أغلب هؤلاء إلى اليوم ما قدرش يرجع رأس المال لأن أرباحه من الشبكة يلا يعيل بها أسرته ويصرف عليهم بها، ولمدة سنوات مش قادر يوفر من أرباحه شيء لأجل يسدد دينه أو يرجع رأس المال. لا تصدق أن أرباحنا مليارات على ما بيقولوا لك أو بيتداوله بعض المسؤولين في المؤسسة، هذا كله كذب. صاحب الشبكة مش قادر ولا يستطيع أن يسدد مبلغ اشتراك الإنترنت حق شهر كامل بشكل كامل، مش قادر يسدد بشكل جزئي، والتسديد الجزئي سعره مختلف ومرتفع جدا. فلا تصدق أنهم رفعوا شيء بسيط، سعر الجيجا في التسديد الجزئي بيوصل إلى 176 ريال، وهذا هو السعر اللي بنسدده، وما بنصيح إلا من هذا الشيء. كذبوا في البداية أن ما فيش رفع بالأسعار بمرة، وبعدها قالوا رفعنا شيء بسيط، وكذبوا على مجلس النواب، وما زالوا الآن يكذبوا على الكل. الأسعار الحالية غير مقدور عليها لا من قبل المواطن ولا من قبل صاحب الشبكة إذا تحملها صاحب الشبكة. طيب إذا إحنا فعلا من ربح أرباح خيالية مثل ما بيقولوا، اشتروا منا، خلاص اشتروا منا الشبكات وإحنا بنبيع لهم وهم يربحوا هذه الأرباح الخيالية تكون لهم. اعملوا لنا حل معهم، أي حل، سدوا بيننا وبينهم، أي حل يرضينا ويرضيهم بحيث يكون لا ضر ولا ضرار.